والله صنوعة الدخون شفتها عند أمي وحبيتها، تمت بمخي ذاكرتي. يوم كبرت وتزوجت يعني صرت بيتي روحي، قمت عابل أعطر روحي، أخلط من هذا أخلط دخون كذي، عندي دخون ما عيبتني ريحته، حطيت لي عطر أنا أحبه، فما صارت عندي المهام وقمت أسوي وبيع. يعني الحرمة اللي تحب العطور تميز، هذا العطر مال هذا الدخون، هذا العطر مال هذا الدخون، تميز بروحها الحرمة يعني. وبعدين منفعتهم أشياءهم خريهم كله ترى من هذا اللي يسوونه ويبيعونه، وحقهم وحق عيالهم حق أهلهم. صناعة الدخون أصبحت تفتح بيوت الحين بهذا الوقت يعني. أهالينا كانوا يجيبون يعني محتويات الدخون أو العطور من الهند، من الهند والبحرين. أهم حاجة لصنع الدخون هو سحال العود، سحال العود والمسج والفوشي وماء دهن الورد وأي عطر عندك، أي عطر أنت تختار، هذا الاختيار، لكن هذا الأساسي. والعنبر هذا سحال العود اللي يبونه من الهند، أول حرش، لكن الحين سوونا نعيمين مريحونا. الحين عندي المسج. صناعة الدخون نحن نسويها بيدينا، ما يعني كل شيء بالإيد، ما عندنا مكاين يعني، كله بالإيد. الحين بصب دهن الورد. يعني الدخون عندنا لازم يكون في ذهبة كل عروس، يوم العيد، بالمناسبات لازم عندنا الدخون. شوف الحين هذا الدخون استوى، خلاص استوى تقريبا يعني. ها شو رايك في الريحه؟ هذا الدخون ما ريحته ما تطلع من البيت، تركز في البيت بالفراش بالعبي بالشيء للصلاه، حتى للريايل يعني يدخنون ياسين في البيت، تروح تم ريحته حلوه في الميالس. اصلا الناس كانوا يجون راس الخيمه بخصوص ياخذون الدخون عن الحريم وراس الخيمه، هم كذي فنانين صنع الدخون، فنانين مره صدق يعني بدون كلام، يجون يتعنون من كل مكان يعني، من بلاد الثانيه يجون يتعنون لنا يشترون دخون العطور المخمريه، بتجون بيوت راس الخيمه بتدخلونها تميزون يعني، تتميز بريحة الدخون بكل بيت. صناعة الدخون أمي تعلمتها عن يدتي، وأنا تعلمتها عن أمي، وعيالي تعلموا مني صنعة الدخون وعلموها لحفادي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تكون هاي المهنة مستمرة لطول العمر.